مغلقه ومركز الاستقبال المؤقت للاجئين في اضماني مكتظ لذا تدعو السلطات اليونانيه اللاجئين والمهاجرين بالدوله اليونانيه وان ينتقلوا الى مراكز الاستقبال المؤقته كي يعبروا الى اوروبا بطريقه شرعيه عبر اجراءات توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الاوروبي ويحظى اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاستقبال المؤقته بالعنايه الطبيه والاطعمه والمسكن والخدمات الطبيه ويوجد اطباء اطفال واطباء طب عام واسنان وصيادله تعمل اربع مراكز استقبال مؤقته حتى الساعه في اتيكي وعشره في الاقاليم كل المنشورات غير الصادره عن الدوله اليونانيه والهيئات غير الحكوميه المعروفه بمصداقيتها من الممكن ان تعرض حياه الذين يعملون بمضمونها للخطر وايضا وفي الكثير من الحالات استهدف الي استغلال اللاجئين توقع خبراء الطقس والارصاد في اليونان في ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحراره وتساقط امطار متفرقه وحبوب وهبوب رياح جنوبيه غربيه وفي بحر ايجا تهب رياح جنوبيه وجنوبيه شرقيه وسرعة الرياح خمسة إلى ستة بفور وستصل إلى سبعة بفور في شرق بحر إيجا وفي البحر الأيوني تهب رياح جنوبية شرقية بسرعة ستة 7 بفور والمناطق الجنوبية ستصل إلى ثمانية بفور ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم غد الأربعاء وتتساقط الأمطار بغزارة حتى يوم الجمعة بتاريخ 25 مارس أذار عام 2016 وشكرا للمتابعه